ما انحل الوفد الجديد أوندي دولور بالعاصمة القطرية الدوحة للالتحاق بتربص الخضر حتى بدأت حملة التشجيع والرضا عن هذا اللاعب. تقدر نقولوا باللي يقدر يمد إضافة للمنتخب الوطني. زيان المنتخب الجديد دولور أرغم بالماضي على استدعائه بالجاهزية البدنية، أين كان يخضع نفسه لتدريبات صارمة ليكون في فورمة عالية، إضافة إلى حماسه لتشريف الراية الوطنية. ما يعرف عنه مقارنة بباقي اللاعبين أنه متحمس أكثر لحضور المنتخب للعب مع مجموعة بالماضي، وهو أمر لي صرح به، وهذه نقطة تحسب له. جاهزية بدنية وجرينتا عالية تحت أمر بالماضي إذا ما قرر إشراكه، كيف لا وقد رشحه الجمهور الجزائري بأن يكون السم القاتل في دفاعات المنافسين حتى قبل أن يشاهدوه. أنا شخصيا أتوقع أن اللاعب ديلور راح يكون له شأن كبير في المنتخب الوطني لو تم إقحامه في مباريات كأس إفريقيا. قدم دولور إذن وتعالى معه سقف الأمنيات بأنه سيكون رقما صعبا في معادلة بالماضي لشق الطريق إلى الغالية الماما أفريقيا.